pa 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 ta ra ta ra ta 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 pa ra pa ra pa ta 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 ra ta ra ta pa 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 عم يعزمها هي ورفعات عبير. وليش عم يعزمهم؟ عم يدور على عروس. ها شفتي شلون؟ عم يدور على عروس، شفت شو عم تقول امك؟ عم يدور على عروس. ما معقول يفكر فيها لكوثر، كوثر مكتوبه لها. حبيبي لو انت رحت عند البياع وقلت له شلي هالصفط الحلاوي على جنب لبينما ارجع من الشغل باخده معي بيقول لك لا؟ ما انا مضطر يقول لي لا. بخلي لك اياه على جنب، بس اذا اجى واحد ثاني وقال له اعطيني هالصفط الحلاوي بيعطيها ولا ما بيعطيها؟ احتمال يعطيها. شفت؟ شفت شلون؟ احتمال. ليش؟ لانه صفط الحلاوي غطى عليه، مزبوط؟ مزبوط. اما لو كان صفط الحلاوي منشال من عليه الغطى وهو ضايق منه ولنه دقه وحده، كان البياع ما بيقدر يبيعه لغيره، مزبوط؟ مزبوط. فهمك كفايه. لك شو دخلت كوثر بصفط الحلاوي؟ تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال، تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال، وجهك ده هو وجهك كده هو كده 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 كده، الله يسامحك يا اللي في بالك. انا بعزك لهنت لا، انا بحبك لهنت لا، وجهك ده هو وجهك كده هو. مساء الخير. تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال، زهرة ما بتتفوت شو فيلم بياخد العقل. فراج اجا صفط الحلاوي. روح انت ومرتك على الغرفة، روح بدي احكي انا وخطيبتي. هتنباع بالعزاء انت وياها. جميل روح. تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال، امي امي روحي نامي نحنا كمان رايحين ننام. ايوه تعبتي قلبي يا غزال. كنتوا بالسينما؟ لك لا، فيلم فيديو. وعم بيفرجيكم على افلام زحطه كمان. شبك فراش وزحطه ما زحطه، فرجانا على الفيلم تبع بطوله العالم بالمفاكشه. مو هو بطل العالم بالمفاكشه؟ عليه عضلات زندو مثل الحديد، كتافه مثل كتاف جرين دايزر، بيشبه الرجل العجيب اللي بس يعصب ينشق القميص تبعه. بس فرج ما بيلقى معك كفين، عضلات رجليه منبهين مثل رجلين الحصان. وشو شوفك بعضلات رجليه؟ شلح. شلح؟ كمان المسألة فيها شلح يا كوثر. لك ايه شلح؟ شلح. بس طلع على الحلبة ببطولة الأرجنتين بالملاكمة، مو هو بطل الأرجنتين بالملاكمة؟
فرجانا على الشريط تبع مباراة الكأس. أما أحلى شغلة بالشريط يا فرار تبع شد الحبل، بتفقعوا من الضحك. وفي شد حبل كمان. لك إيه، مو هو بطل بوينس آيرس بشد الحبل؟ إيه روحي عنا يا شد الحبل. البطل الله. شد الحبل أساساً لعبة جماعية، ما بيقدر بيلعبها واحد لحاله. لا فرار لحاله. ليش عم أقول لك بفقع من الضحك؟ شد عشرة. كانوا عم بيكزوا عسنانهم، إجا هو نتعة واحدة حقي هرهرة. عن إذنك أنا ماشي. عود فراش سهراني. لو كنتي مهتمة فيني ما كنتي بتحكي قدامي عن هذا. بسام بسام بسام. شو بحري؟ شو حكيت معه؟ قولي بونجور. أبوك يا البونجور. كوثر موجودة؟ أنا خمسة. عم بمزح عم بمزح. تفضلي تفضلي. أهلا 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 بالرياضي. الحقيقة صيتك سبب ما بعرف شو بدي إلا غير إنه أقدم لك نفسي جميل أبو كرعوبة. بسام أنا. أهلا بسامو. هلا بسامو. يا هلا أختي عبير. مادموزيل مدامتي بوسينة عبدو الكلب. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة مدام. بس حبيبي أنت بتقدر تروح، الضيوف ما راح يطبوا عليكي. لازم تروح لأنه أبوها كتير تعبان ولازم تشوفه. مبارح هو وراكد ورا كلب قام حصل له خير. مع السلامة مدام. عن إذنكم. بوسك حقي. سلامتو البابا. ميرسي. عن إذنكم. جميل أنا ما بتأخر، بحاول أرجع قبل ما تروحوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بسام بيك، تفضل ارتاح. اهلين جميل. الحقيقه اخبارك سبقتك اكيد من شان بطوله العالم بالمفاكشه. انا مفاكشه؟ لا مفاكشه ولا مصارعه ولا شد الحبل ولا مدافشه. ما شاء الله عليك مسبع الكارات برياضه. مو مخلي رياضه تعتب عليك. طبعا طبعا الرياضه ضروريه للجسم. انت ما بتلعب شيء؟ ايه انا اللي بلعب. شو بتلعب؟ ايه بلعب بكل شيء بلعب. ابو كيروز احيط ابوك يا اللعبه. عبورة يا ميت اهلا وسهلا. هيك يا جميل مالك حق تقلي. وبسام كمان اهلا وسهلا. كيفك؟ اهلا كوثر. كيفك؟ انت كيفك؟ منيحة تفضلي. اهلا وسهلا. وينك لهلا؟ كنت عم ساوي مكياجي حلو؟ تاخدي العقل. بسام شو رأيك تشوف البلكونة اللي عندهم؟ جميل، ورجع البلكونة. بلكونة؟ ايه ما في غير بلكون جارنا مغطى بالشوادر من كل جانب. بتقولي غرفة العمليات تبع البنتاغون؟ جميل، فهمنا بقى. طلعوا على البلكون شربوا قهوة، في موضوع بيني وبين كوثر بدنا نحكي على رواق. بسام تعا معي تعا. بسام انت مو حابب تعرف شو بلعب؟ هلا بدي ورجيك شو بلعب. فوت خدوا لحدكم احكوا على ظريف. جميل ما؟ كوثر شو رأيك ببسام؟ شو يعني؟ من أي ناحية؟ شلون يعني من أي ناحية؟ لما بنت بتسأل رفيقتها شو رأيها بأخوها من أي ناحية بده يكون يعني؟ شو بعرفني؟ لا تخافي لا تخافي، بيكون عم يشرح له شلون فكش غريمه. طيب شو رأيك تروحي على الأرجنتين؟ فكرة، بكرة بس نتزوج أنا وفرج بنعمل شهر العسل بالأرجنتين. لا ما شو حوبة، لسه بتقلي منروح أنا وفرج. إلا بسام بتقلي منروح أنا وفرج. هلا شو بدنا بفرج؟ شلون شو بدنا بفرج؟ بدك يعني روح لحالي. ايه انا بالشام يلا عارف دور لحالي. ضيع. لعما شو غبية؟ شلون لحالك؟ طبعا مو لحالك. انا وامي. معقول ما فهمتي؟ انتي وبسام جدبي وفرج. لسه بتقلي فرج. كلب وكمش عظمة. بسام بدل فرج. بسام بدل فرج؟ لا انا بحب ولا فرج. بدي افهم بس شو عاجبك بهذا فرج. منخاره مثل الباذنجانايه ولا شفايفه مثل الطلامي. ايه ما بتشوفي وقت بيحكي شلون بيصفق؟ عبير انا بحبه لفرج حتى لو كان انفه مثل القتايه. سكري هالموضوع اجت امي. يي عبوره عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. نورك طغى على الكهرباء. هي على الفاضي مشان ما لغمطك بالعبره. اهلين تام. اهلين مامي. شلون اخوك المغترب؟ امتى رح يرجع على الارجنتين؟ لكو على البلكون ما رح يرجع حتى يلاقي عروس.
وشلون هنيك اوضاعه؟ ان شاء الله حالته مستوره. شو مستوره؟ عنده 3 كازيات ومزرعه خيل ومعمل بكرات محارم. كاغت ماما؟ كاغت عرفت مالته اللي ما لها غير هالبضاعه. ايه ماشي هنيك. نادي له حتى نتعرف عليه. بسام؟ يا بسام. ايوه. تعا طن بدها تتعرف عليك. تعا انا طنتك فردوس، تعا بدي اتعرف عليك. اهلا طنط، اهلا وسهلا. اهلا مدام فردوس. تعال اتعرف عليك. مزبوط. الله يرضى عليك انت واخواتك ويجمعك بعروس هلا فورا على السريع. اهلين مدام، شكرا. شو في على ايدك؟ ما في شيء، غبره. وينه جميل؟ ما يجي يقعد معنا؟ هلا بيجي، عم بيلملم شقف البلوك عن البلكون. وشو جاب شقف البلوك على البلكون؟ قال لي ما فيك تكسر 7 بلوكات بضربه واحده. قلت له بقدر. على بتقدر وما بقدر وبتقدر وما بتقدر. انت فرجيته؟ ايه قدرت. قدرت. منين جبتوا البلوك؟ قال لي ما فيك تشيل 7 بلوكات من الحيط بدون اذني. قلت له بقدر. على بتقدر وما بتقدر بتقدر وما بتقدر. قمت شلت 7 بلوكات. بس ولا يهمكم، بكره الصبح رح ابعت العمال يصلحوا الحيط. لا يكن لك فكرة. ولا يهمك بسام، اهلا وسهلا. اهلين عبورة. اهلين فيفي. رح ساوي لكم قهوة انا. اذا ما عملت مشكلة كبيرة اليوم معناته رح تنكسر الشربة براسي. الو جميل عم يحكي. جميل ايه فراج لحق حالك. هلا مو وقت التحقيق، رح يطير الصفط. ايه صفط الحلاوي اللي حكيت لي عنه. دفدنا 65 راس خيل وحلبة للتدريب، بالكازيات 40 عامل وعاملة، عندي 10 خطوط انتاج وناوي افتح مشاريع هون. وان شاء الله لقيت العروس. عم دور. كل ما عجبتنا وحدة بتطلع مخطوبة. شو عليه؟ تترك خطيبة. كيف من كان ما رح يكون أحسن من بسام. بمين اتصلت؟ بفراج. اتصلت بفراج كوسار. اتصلت بك. اتصلت أمي بفراج. رجع اتصل فيه وقل له لا يجي. هي رنت رجله. فراج شبيك. شوفي شو بصفات الحلاوة. في زبون جوا بده يخطب كوسار. شبك فايت محمود؟ جلسي لي قعدتك. مرت عمي، انت بدك تبطلي لي هالدواوين ولا بدي اخبص بفشتك؟ بركي بدي فش النيع شيطك. عيب عليك يا اخ، حسن ملابسك بس تحكي مع الستات. انت بالذات بتسكت ولا حرف احسن ما هرلك اسنانك. انت؟ وبفك النيع تبعك كمان. انت؟ فرج ما بدخل عليها، هلا كسر 7 بلوكات على البلكون بفرد ضربة. شيلوا لي الترابيزات من هون وبعده من هون. قولي قولي استاذ بسام. استاذ بسام طول بالك، لا تحط عقلك بعقله. واشش هذا؟ انا واشش ولا انت بستين لسان وسبعين وش يا حربايه؟ لا تخافي يا مدام، انا ما رح اذيه بس رح فهمه انه ما بيطلع له معي. بسام الله يوفقك. اتركه. بسام ارجعي لهونيك ارجعي. فراج روق روق حبيبي، بعرفك لما بتتحيوان. انا ما بروق الا اذا وقفتك عند حدك. اتصلوا فيني بالبنايه وخبروني انه في عندكم ضجه هون بالشقه. على كل، انا بعرف مين اللي اتصل، ما في غير هالكركمه اللي تحتنا. لا مو الكركمه، وما ضروري تعرفي مين. هلا بدك تقلي ما في غيره بيتصل. هلا بدي اعرف شو عم يصير عندكم هون بالشقه. عم تعمروا شي بدون رخصه؟
ولا عندكم شي خناقة؟ شوفت عينك، عنا ضيوف. كنا عم نرحب فيهم. أهلين عمو أبو شقيب. كانوا فايقين بعدين ناموا. أنا بس ضلغطت. يعني أنتم متأكدين إنه ما كان عندكم ضجة هون؟ ولو طبعاً متأكدين، بس ما في غيرها هي الكركمة بتفتري سيدي. لك ما الكركمة، ما الكركمة ما لها علاقة، فهمتك 100 مرة. لك هالشغلة قوم صح النوم. صح بدنك. وأنا هلا رح أتأكد بنفسي. ألو، مرحبا، أنا أبو شكيب. ها؟ لك الشرطي، الشرطي الشرطي. إيه إيه، ما الدركي، أنا رئيس المخفر، ما شاويش الكراكون. إيه منيح اللي عرفتيني أخيرا. لكان هلا أنت متأكدة إنه الضجة كانت من الشقة اللي فوقك؟ إيه متأكدة يعني. طيب ماشي الحال. إيه مع السلامة. الجماعة ما يقولوا إنه الشقة اللي عندكم هي اللي طلع منها الضجة. شفت؟ بتضل تفتري، ما حدا ساكن تحتنا غيره. يا حضرة البوليس المحترم. عفوا عفوا، مين الأخ؟ ضيفنا الأستاذ بسام منعم، مغترم، بطل العالم بالمفاكشة. إيه شرفنا، اتفضل بقى قلي شو كنتك تقول؟ نحنا كنا عم نرقص. شو المناسبة؟ قريبا عرس الأخ فرج على الآنسة كوثر وعم نحتفل. إيه ألف مبروك، ألف مبروك إن شاء الله. نحنا مبسوط، بس نحنا شو منريد غير إنه يكون مواطن مبسوط. إيه بس ما ضروري دبكة، ليش شو من رأس الشرقي؟ نحنا رقصنا على الخفيف. بس هاي البلوة اللي تحت، هلا ما عاد في إلا هاي البلوة اللي تحت، مسكتوها وقمتوا فيها الشاد. أنا قصدي اللي بلغوكم سمعهم قوي. يلي بده ياخد راحته لا يسكن بهيك بنايات، يروح يسكن بدار عربي قد ما بدبس، ما بيزعج حدا. انا شخصيا العرس بدي اعمله بدار عربي. ونحن معزومين؟ لا يا ابو شكيب، انت اول واحد. بس انا ما بضل اكبهك الا على الراسة. انت وقدود. يلا لا تغرسونا خاطركم. اهلا وسهلا. وانت بتقدر تفاكشني؟ الله اعلم. مر لعندي بكره على المخفر، اشرب لك كاسه شاي وخلينا نتفاكش. شو بده بهالصراعه ابو شكي؟ لك ليش يا جميل؟ بعدين متشرف بمعرفته. لا مو قصه معرفه، بس يعني بدك تفكشه، بدك تفكشه، لانه اذا فكشك رح ياكل فلقه. الله يسامحك يا جميل. لك انا لا بدي افكشه ولا شيء، بس مشان افتخر قدام الكل واقول اتفاكشت انا وبطل العالم بالمفاكشه. يلا خاطركم. لا ما رح نتخانق، هات راسك لبوسه. وانت هات بوسه كمان. مرت عمي، امتى بدنا نساوي العرس مشان نعزم بسام وعبير؟ لك شو انا اللي بدي اتجوز؟ عندك كوثر تمحق منك إله. انا كل اللي بيقوله فرج موافقه عليه. صحيح مثل ما بيقول البطل، لا تاخذ صاحب اللي بعد قتله. ولي لك شوفي 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 نازلين من هون. شو صاير؟ متي تعبتي قلبي يا غزال، قلبي تيجي شمال. تعبتي قلبي يا غزال، قلبي تيجي شمال. شو ساوي يعني؟ ايه فعلا راح عن بالي الموعد. محروس خلال انا 10 دقائق بكون عندك، انت اخترع لك اي حجة ان كانت. اريفيديتشي محروس. كوثر تعبتي. لا ماما، انا رايحة مشوار كتير ضروري، خلي عيونك على اغراض البيت. ليش بده يصير باغراض البيت؟ لك كوثر شو بيعرفنا هدول عيونهم مو شبعانة. وليكن لك فكرة ماما. لا تسكري الباب البراني، خلي ابو كيروس بس يجي إذا صار شيء. إيولوي أنا إذا صار شيء بحط أصابيعي هيك وبولوي. أنا اتصلت بفرج قلت له خليه يجي. عان علي اتركك لحالك، فهمتي؟
مثل ما وصيتي. تشاو. مادموزيل يا مادموزيل. نعم مادموزيل. ايوه. اذا بتريدي بدنا شي كرسيين نقعد عليهم لبين ما نشرب الشاي بدك تساوي لنا اياه. تفضلوا اقعدوا هون. لا معلش اواعينا كلها شميمت ورمل. معلش تفضلوا اقعدوا هون. شبك ما في غير ترفع الطاقية وتنزلها. شبك لا برا هيك بيعملوا. بدنا نحترموا الست. هيك بتشوف بالسينما. لك انت اصلا ما حدا نزع غير السينما، وبعدين هدول اللي بيرفعوها بيكون في تحته شعرات من الشطير. يمكن تكون صلعة. لك خرس بس خرس خرس. تفضلوا. الله يسلم الديات. الله يسلمون. الله يبعث لك ابن الحلال يا رب. مظيم. نعم. دايك شي شمينتو اللي عم يهرب مني على الارض؟ لا هرهر قد ما بدك. مظيم. نعم. شي معلقه سكر زكاتي. تكرم. ولا الي؟ نعم. حطيها. شو هاي؟ اصبعتي. لك شو عم تنغم؟ خلاك. هاي السكر. على ابري مثل الفرايه. علي شوفي شو رايك تاخذ الام؟ الحمد لله الحمد لله كافينا. عنا وحده ويلا قايمين فيها. لك عم اقول لك اربعه. عم اقول لك عنا وحده ويلا قايمين فيها. معلم هي انت بتقوم فيها، هي اللي بتقوم فيك. بعدين اذا اخذتها بتغنى لولد الولد. ها هل هي عم تستنى لاجي انا اتجوزها؟ لك ايه لك ايه. اذا اخذتها بتصير احوالها فوق الريح. بعدين بيجي انا لعندك بخطب المطمزي منصير سعيد بيك وعبده بيك. شو رايك معلم؟ ايه قوم قوم حاجتك عليك مصدي. خلينا نترزق يا رب. اصلا انت مالك مش نعمه. كوثر جيبي بيتزا جيبي بيتزا. بعتتني امك لعندك قال ما في حدا بالبيت. شو بدنا صبيحك؟ ما في شيء ما شبه شيء. امبارح لما رحت من عندكم حسيت بشوية وجع، رحت على المستشفى صورتهم. ان شاء الله ما في كسور. لا ما في كسور، مشعارين تشعير بس. ايه انت امبارح ضروري تتحدى بسام، هو كسر 7 بلوكات، انت ضروري تكفي على الباقي. انا كسرت 10. عم ينقفوا علي تنقيس. ان شاء الله انا. جوزيني؟ تستاهل. دولي تقوي تكون مثل العسل. وحطي اصبعتك فيها. ولا الا هيك حطي اصابعك كلها. بتشارتك او سورة انه انا بقدر بكسر لك 25 بلوكة على البلكون ضربة واحدة. عارف قوم قوم مو هلا مرت عمي، بس لحتى يجبروا ايدي. يلا خد يا شطور. برافو. يلا شوي شوي فرج. يلا وهي اخر معلقة. يلا دوري. ليش قصت الطنجرة؟ لا لسه في اكثر من نصها. هذا ضامن صحن. لا بوجعك بطنك فرج.
لا تخافي علي انا لسه ما شبعت، بعدين لا تهكلي هم بطني انا بقدر اعبي بطني برميل رز وشوربه. تعال كفي امسوره ان شاء الله ايدي يضلوا مكسورين على طول عشان ضلني عم باكل من ايديكي. ايه كوثر امي انت ساوي الشاي انا بلقمه الفراش. لا لا ما بدي ما بدي شبعت. طعميتنا من خيرك لا تحجنا لحدا غيرك دايمه تمحي اعملي لي شاي. صبي لي كاسة تانية. ما بقى في شاي بالابريق. غلي لي بريق تاني. هلا. هلا. ولا ليك تعي 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 تعي. وصليني على باب الحمام وافتحي لي، أو الباقي أنا بتكفل فيه. لك العريضة بتعرف إيديك مكسورين، حاجة تغب مياي وشاي باق. يا سيد فرج، تأخرنا بالحجز. ما لقيت حجز. يعني بكلام آخر. ما بعرف، ما في قدامنا غير نأجل. لا سيدي ما بنأجل، أنا لإمتى بدي ضلني عريس مع وقف التنفيذ؟ طيب شو الحل؟ ما بعرف. بدي العرس يكون نهار الخميس. لا خميس عن خميس ما بتفرق، ما عاد تقدر تستنى لك جمعة أخرى. يا ستي أنا بتفرق معي، معير على الخميس، يعني بكرة، إذا نهار الجمعة الصبح ما كنت متجوز كوثر بفقع. سيد فرج، تحمل لك هالأسبوع. شلون؟ صار لك طول هالعمر مدبر حالك، يدبر حالك هالجمعة. أنا تيس، ما بفهم. العرس الخميس يعني الخميس. ولك تيس تيس ما اختلفنا، والعرس الخميس. بس وين؟ هون. هون وين بده يسع العالم هون؟ مو مهم العالم بلا ما نجيب طبل وزمر، المهم انا اتجوز. بس في ناس ما بنقدر ما نعزمهم. معناها بلا حفله، بنعمل الحفله بعدين. انا حجزت شاليه على شط البحر مشان نعمل شهر العسل. لازم من بكره نبلش. هلا طقت احترقت ما عاد يمشي الحال الا هذا الخميس. ما بعرف، أنا إذا ما تجوزت هالخميس تفلت زنبركاتي، أنا قنبلة موقوتة معير على هالخميس. لا تخاف، بجيب لك مهندس ألغام. بفقع فيكي وفيه. لك خلص خلص عم نمزح، الخميس الخميس، لك تمحق منك إلى شو أنا اللي بدي أتجوز. شو بيعرفك أنت؟ عم قل لك شاليشي بيطير العقل، تحتك بحر وفوقك حرش، يمينك هرج ويسارك مرج. حلو. مو بس هيك، لك مو بس حلو، حسن وسمن وغمازات والشامي عنبر على الخد. نيالة. مو بس نيالي، خضرة ومي ووجب حسن. غلط وش فردك هنا؟ هيك قالوا لي لما اتصلت مشان احجزها. بتشم لك شوية هوا نقي. ما بدي شم جنسه للهوا احسن ما اكل هوا. اول ما رح اوصل رح طربق الابواب كلها وسكر الشبابيك وتحش تحت الابواب جرايد مشان ما حدا يشوفني. اخر معي اكل بكفيني شهرين. لك اخي اذا بدك تروح وتطربق الابواب خليك هون احسن لك، هون في كونديشن ابوك الكونديشن. الي مشان كل شوي حماتي تدق علي الباب. لك انا بدبر لك شقه، حماتك ما تعرف طريقك ابدا. ما اقتنعت، اذا ما دقت حماتك عليك الباب بيجوا ليهنوك ما بيخلوك تتهنى، وما فينك تصدون لانه بيزعلوا بعدين. هون بكفيك زمامير السيارات. لك اخي شو دخلها زمامير السيارات؟ فهمني. شو مفكر الشغله حيالله؟ هي شغله بدها تركيز. لك اخي شو تركيز وما تركيز؟ انت الثاني. انا لي رفيق من زمان كان بيشتغل بالمطحنه، طفران، اتجوز فيها لانه ما عنده بيت وما في الا بيبز ولاد، صار عنده شي 13 ولد. 13 ولد؟ بالمطحنه؟ ابصر كيف جايبهم هاد. كيف بدي اجيبهم يعني؟ صارت الساعة 12 ونص، لإمتى بدنا نستنى؟ هلا بنتأخر بنضيع بالحرشة. محروس؟ يا أخي وينك يا محروس؟ وينك لهلا؟ صرنا ساعة ناطرينك، اقعد اشوف اقعد. قلي شو استأجرت الشبح 600 اس اف اخ ال اط از ام مع سائق؟ لأنه بدي اتهنى كل الطريق. صار له ساعة تحت. يعني أبو كيروس؟ لك شو عادك هون انت؟ غلطوش فردك انا. روح روح ساعد امك مو زين، روح على راسي على راسي. طير نيالة. يا حلال ويا مالك يا حلال ويا مالك يا حلال ويا
يا مرت عمي ايدك ايدك لبوسه الدعاء بدنا الدعاء بخاطركم رايحه معكم ما في داعي مرت عمي ال 600 شبح اس اس اف ام اطقزنا طرتنا تحت رايحه معكم علاديه علاديه يا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا يا حلالي